واحد بيتكلم على الآية أنا الرب وليس آخر مصور النور وصانع الظلم وصانع الشر والسلام، يقول ربنا يصنع الشر؟ لا، ربنا يصنعش الشر، لكن كلمة الشر لها معنيان في الكتاب المقدس. معنى منهم الشر يعني الخطية، ودي مش ممكن ربنا يصنع الخطية. وأحيانا كلمة الشر يعني زوال النعمة، زي ما أيوب قال لما جات له الضربة شديدة وتشائل الشيطان طير عياله وبيوته وحاجات زي كده، قال الخير من الله نقبل والشر لا نقبل. هنا ما يقصدش خطية، يقصد التجربة الشديدة اللي وقعت عليه، لكن مش مقصود بالشر عن الخطيئة، لأن الله لا يصنع الخطيئة.